مشاركة رائعة في كل مكان. الإنسان يحيا بالقيم، وتوجد بعض القيم التي يحتاجها الإنسان، قيم شعورية وقيم إنسانية دعا لها الشارع وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأخبار والحديث وحتى الآثار الداعية إلى أن نساعد الآخر. فقرة معنا نرتقي، نرحب بالدكتور علاء الدين عثمان الأستاذ الجامعي. مرحبا بك دكتور علاء. مرحبا بكم ومرحبا بكل المشاهدين لقناة طيبة. الله يعافيك. حياك الله. كيف مع الأجواء تحت المطر دي؟ والله أجواء جميلة يا أخي، أجواء قيم زي ما قلت. شلون تكون تعبت كده في إنك تصل؟ لا الحمد لله، دي السنة الحمد لله. يعني أبو بكر أكيد يعني أجواء المطر الجميلة دي حتى مخلي الشجر الورانا ده يعني جميل كده، بس ما تقوم فترة زي كمان. طيب دكتور علاء، نبدأ بالعلاقة بين القيمة والأخلاق شنو، وعشان نبدأ نخش في موضوعنا الأساسي. والله إحنا إذا جينا نقارن بين القيمة والأخلاق، يمكن قد نجد أنه الأخلاق هي يمكن أعظم القيم التي ينبغي للإنسان أن يتمسك بها، أو هي يمكن أعلى مقامات الأخلاق، هي أعلى مقامات القيم الإنسانية التي تحدد سلوك الإنسان. نعم، في قيم كثيرة جدا، يعني يمكن إذا جينا للشريعة، كل ما أمرت به الشريعة من عقائد من عبادات هي تعتبر قيمة أو شيء ذات قيمة بالنسبة للمسلم. لكن طبعا جرى استخدام القيم دائما في الأمور الأخلاقية، يعني قيمة العدل، قيمة الأمانة، قيمة التسامح، قيمة النزاهة، قيمة الرحمة، يعني أصبحت استخدام شائع بقى في 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 جانب الأخلاق. فعشان كده دائما الواحد لما يقول قيم تلقائيا بيمشي ذهن الإنسان إلى الأخلاق، ولما يقول أخلاق أيضا بيشعر الإنسان كأنه هنالك ترادف بين الكلمتين في المعنى، يعني في تداخل الكل يخدم الثاني ما بين القيم والأخلاق. صحيح، نعم. لكن القيم ممكن تكون أخلاق يتخلق بها الإنسان، ما في شك. أيوة نعم. عشان كده لما جهم يتكلموا عن الأخلاق قالوا مجموعة، هي منظومة من القيم، نعم، ومنظومة من المعاني التي تنظم سلوك الإنسان في تعامله مع الله سبحانه وتعالى وفي تعامله مع الخلق. يعني طيب نبدأ بالقيم، ممكن تكون كتلخيص ومدخل لفقرة اليوم من معنى نرتقي. نبدأ نوضحها قيمة قيمة ونتكلم عنها إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. بالنسبة طبعا للقيم المهمة للإنسان، القرآن الكريم ركز على عدد من القيم. طيب، يعني احد العلماء يقول مثلا، يعني هو يشمل، يقول الأمة كلها تحتاج الى 3 صفات قرآنية او 4 صفات قرآنية. طيب، يعني الصفة الاولى يقول هي الهداية، صفة الهداية، وان كان هي ليست يعني هي زي ما يقولوا ارتباطها بالاخلاق، هي مصدر الاخلاق الهداية. القيمة الثانية هو بيقول قيمة الحق، والقيمة الثالثة هي قيمة الرحمة، والقيمة الاخيرة هو اللي بيركز عليها بيقول قيمة الاحسان. يعني وكلامه كان منطقي جدا، يعني يقول اذا نظرت الى كل مشكلات العالم الان الاسلام، يعني شفت مشاكل الناس دي كلها بتلقى العلاج في الـ4 اشياء دي. يعني سبحان الله، يعني الهدى، والناس تحتاج الى الهدى، تحتاج الى الحق، تحتاج الى الرحمه، تحتاج الى الاحسان، وكلها قيم عليا. يعني الداخل كل قيمه بتلقى، كلها جاءت في القران الكريم باعتباره بلا شك. طيب، كلها صفات قرانيه وقيم قرانيه، يعني نجد القران دائما يؤكد عليها. يعني طيب نعرف اخر قيمه عشان تقول لنا كمكمل الحياه دي، ما هو الاحسان؟ نقول قيمه الاحسان. والله الاحسان ده حاجه كبيره خلاص. ولذلك اذا جينا لحديث جبريل عليه السلام، نجد النبي صلى الله عليه وسلم لما بين مراتب الدين جعل اعلى مراتب الدين الاحسان. في عندما جاء وسأل مسلم قال سأله عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. ولما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فسره بسببه، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني هو ده ليس تعريف، هو يعني إذا جينا مثلا الآن على حسب علم الحدود والتعريفات، ده تعريف بالسبب. يعني السبب الذي يدعو إلى الإنسان هو مراقبة الله سبحانه وتعالى ومطالعة الله سبحانه وتعالى، أو التعامل مع الله سبحانه وتعالى في مقام الشهود، يعني مشاهدة الله سبحانه وتعالى، أو في مقام المشاهدة أيضا أن الله سبحانه وتعالى يشاهده. فالإحسان قيمة عظيمة جدا، يعني يشمل الدين كله. لكن إذا جينا لقيمة الإحسان، الإحسان قالوا مبني على الإتقان، مبني على التجويد، مبني على بذل الخير للناس في جانب الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يحسن في عبادة الله عز وجل، يخرجها على أحسن الصفات وعلى أكمل الهيئات، لأنه دي عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ده محتاج لعلم، ما في شك. أول المعرفة بالله سبحانه وتعالى،
الشيطان معرفة بأحكام هذه العبادة. الجانب الثاني من الإحسان هو الإحسان إلى الخلق. وقالوا الإحسان إلى الخلق قالوا بمعنى أن الإنسان يعامل الناس على أحسن الهيئات أيضا وعلى أكمل الصفات. يعني دائما يكون مبتسم زي دكتور وكر ده كده، دائما يده مبسوطة للناس بالخير، يعني دائما يكون باب من أبواب الخير للناس، يعني ومغلاق كذلك للشر. يعني جميل. فالإحسان قيمة عظيمة والله، نسأل الله عز وجل يجعلنا من المحسنين. آمين. مش كده حتى في قصة يوسف، إن أنا أراك من المحسنين. أيوة نعم. في تعامله، في ملامحه بصورة عامة جدا. هو حتى المفسرين قالوا كيف ذوب دخلوا معه السجن، يعني ودخل معه السجن فتيان، هم لما قالوا إن نراه من المحسنين قالوا يعني قالوا سمت العام كده في تعامله مع الناس، يعني في نصحه للناس، في حرصه على هداية الناس. فاستنتجوا أن هذا هي كلها من أخلاق الإحسان. طيب، في عالم اليوم يسود الصراع والتقات وتفاصيل، ما أنت تفتح نشرة الأخبار وإلا تجيك الأخبار العجيبة جدا، نحتاج لقيمة العفو، تحدث عنها. والله أسأل الله عز وجل يعني يرزقنا هذه القيمة العظيمة. آمين. والله عز وجل قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ولذلك العفو يعني مقرون في هذا الحديث بالعز. عجيب. لأن الإنسان أيوة نعم، هو طبعا الإنسان إذا نظر إلى العفو يرى فيه شيء من الضعف. وصعب والله يا أخوان هي. نعم. يعني مثلا إنك إنسان يخطئ فيك أو تخطئ إليه وتيجي تتنازل تقول له والله يا فلان يا أخي أنا أخطأت وكذا سامحنا والعفو لله، صعب شديد. نعم. الإنسان أحيانا كيف تأخذ العزة بالاسم؟ فعشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا الجانب، يقول أن الإنسان كل ما زاد عفوا كل ما رفعه الله سبحانه وتعالى وزاده عزا. يعني فالعفو أمر مهم جدا يعني. ولذلك إذا نظرنا إلى عهد الصحابة رضي الله عليهم، القصة المشهورة، قصة لما اختلف أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فطلب أبو بكر الصديق من عمر بن الخطاب أن يعفو عنه، فأبى عليه ذلك. قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاهدا يجر ثوبه، فقال يا رسول الله قد حصل يعني بيني وبين عمر شيء وطلبت منه العفو فأبى. يعني قال غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال ما قولا يمكن مشهورة، ما نفعني ماله مثل ما نفعني ماله أبو بكر، كذبتموني وقال أبو بكر صدقت، ذكر مناقبه، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فلما جاء عمر وغضب عليه نسأل وراء غضب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق أصبح يشفع لعمر بن الخطاب، أنا له أظلم أنا له أظلم، يعني أنا ظلمته ما هو إلا ظلمني. فالعفو مطلوب والله، خصوصا في زمننا ده، يعني العلاقات صراحة بقت فيه شيء معقدة كده، فيه شيء من الجدية شديدة، محتاج أن الزول يكون واعي كده للتعامل مع الآخر، لأنه تعرف ممكن حاجة بسيطة دكتور علاء. نعم. تخلي يقول لك خلاص تبقى إشكالية. أنا بيني وبينك أعتبر ما في حاجة، وممكن العبارة دي يعني عليها بساطتها الزور خلاص يصدقها. والله صدقتها. طيب ذكرت بعض القيم، منها جانب الحق والهداية والإحسان والرحمة. أيوة. القيم المذكورة دي كلها هل مفطورة لدى الإنسان بالفطرة ولا مكتسبة؟ بتكتسب بالمواقف والتجربة والتعامل مع الناس. هو طبعا بيقولوا إنه الأخلاق فيها جانب وهبي وكسبي، فيها جانب وهبي وفيها جانب كسبي. صحيح. طبعا الإنسان مفطور على الخير، يعني حتى هذا هو منهج الإسلام، يعني في لما يتكلم عن مسألة الفطرة باعتبارها هي مصدر من مصادر المعرفة التي جبل الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان من يخرج إلى هذه الحياة، يعني الله سبحانه وتعالى أداه خزينة كبيرة من المعلومات ومن المعارف، هو بالتجربة استخرج هذه المعارف هذه المعلومات، يعني هي شيء فطري. طبعا الجزء كبير من الأخلاق هو شيء فطري يعني. ولذلك في حديث أشج بن عبد القيس لما قدم وفد اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا إلى ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس أبطأ يعني حتى تزين وحتى هيئ أموره، قال إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. فقال يا رسول الله يعني هو شيء أتكلفه أم شيء جبلني الله عليه؟ فقال بل شيء جبلك الله عليه. يا سبحان الله. يعني في ساعات كذا الجزول الكريم من يلده كذا يعني ومن يقبله كذا هنا بيحب كرم الضيف. يعني لو جيت قلت لك وريني حديث واحد في فضل ما يكون والله ما اعرف، لكن ده شيء عادي يعني حاجة عنده وما يتكلف، يعني انت تشعر انه
يعني يفعل هذا الأمر بغير تكلف على السجية، على السجية. وفي إنسان لا، كونه ينفق ماله، كونه مثلا يضيف الناس عدد من صعب الأيام وكذا، عنده صعب شديد، لكن يتكلفها رغبة فيما فيها من الأجر، ورغبة يعني في ما حتى نال الموعود على لسان خير مولود نبينا صلى الله عليه وسلم في إكرام الضيف وفي الإحسان إلى الناس. جزء منا يعني ممكن يكتسب، والراجح منا أنه أيوة نعم. يعني لكن برضو يعني كل إنسان يشوف الأخلاق الناقصة عنده يكملها، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. نعم، إنما العلم بالتعلم. يعني أنا مثلا ما حليم، يعني أقل حاجة كده يعني واحد بيقوم في الإنسان، لكن الواحد ممكن يتعلم، يسلك طريق الحلم ويدرب نفسه، ويدرب نفسه عليه، حتى إن شاء الله تعالى يرزق الله عز وجل هذه الصفة. أكيد. طيب، نحن نحتاج لهذه القيم بلا شك أبو بكر، ونحتاج إنه يتم غرسها، وده دور بيظهر طوالي في الجانب التربوي على مختلف مؤسسات التربية، ابتداء من الأسرة، مرورا بالشارع العام، دخولا إلى المدرسة، وأنت أستاذ جامعي دكتور علاء. صحيح. طبعا هو الان بدات كثير من الدراسات تهتم بالاخلاقيات المهنه، سموها اخلاقيات المهنه، يعني زي ما الناس الان بتهتم بالتدريب والتخطيط. عشان دكتور هو عنده برنامج تدريب، ايوه، وناس يودوهم ماليزيا، وناس يودوهم الصين، ناس دورات تطوير العمل. ايوه. طيب، في جانب اخر مهم جدا، وهو جانب اخلاقيات المهنه. هم بيقولوا انه كل انسان في مهنه لابد ان ينطلق من قاعده من القيم الاخلاقيه، لأن أخوانا المواقف، كل مهنة عندها مواقف بتمر بالإنسان يعني، فلا بد إنه ينطلق منها، في ينطلق من قاعدة بتاعة أخلاق، يعرف كيف يتعامل في هذه المواقف المختلفة. يعني أنا مثلا، أنا كأستاذ مثلا في الجامعة، أحيانا بتحصل بعض المشادات بيني وبين زملائي مثلا في الجامعة، مش كده؟ أحيانا مثلا بيسيء إلي طالب مثلا بتصرف محدد أو بشيء محدد، يعني المواقف تختلف يعني في خلال الزول، خلال العمل بتمر به مواقف متعددة ومتنوعة. إذا ما بقى عنده خلفية أخلاقية، إشكال هو يستفيد منها كيف يتعامل معها، فتبقى إشكالية كبيرة جدا. طيب، فأخلاقيات المهنة مهمة جدا يعني. طيب، نمشي للرحمة دكتور علاء. الرحمة يعني واحدة من القيم، هل استخدامها شامل مع الإنسان والحيوان ومع بصورة عامة جدا مع أسرتك وزملائك وغيره من الحاجات، نحولها للسلوك كيف يعني؟ صحيح. نعم، والله طبعا الراحمون يرحمهم الرحمن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولما دخل الأقرع بن حابس ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، قال: والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. يا سبحان الله، ده وضعه كده يعني، تقبلون صبيانكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي بعض الألفاظ: أواملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فالرحمة زي ما نقول ضرورية، أيوة، ضرورية في كل تصرفاتنا صراحة. عشان كده بعضهم يعني يقول عبارة جميلة، يقول: التربية إن لم تكن فيها رحمة فهي جفاء، والسياسة إن لم تكن فيها رحمة فهي تسلط. وذكر أمور كثيرة جدا، يعني الإنسان إذا ما راعى فيها جانب الرحمة تتغير طوالي إلى ضدها. بكر قال: الرحمة بالحيوان، برضو الرحمة بالحيوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، حتى لما دخل حائطا من للانصار، قال فوجد يعني سموه جمل يعني، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على زفرتيه، يعني على عينيه، كان في دموع او شيء. فقال: اين صاحب هذا الجمل او كذا؟ فقال: انه يشكو الي انك تجيعه وتدئبه. سبحان يعني الله، يعني بتاكله وش الثاني، مشغل شغل كثير خلاص. كنت انا اقول شغل حمار الحين، وبرضه يحتاج الى الرحمه. اي صحيح. نعم، فشوف يعني رحمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى امتدت الى نعم، وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: ما ارسلناك الا رحمه للعالمين. ونحن نستمد كل صفاتنا من هديه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. نكون رحيم يعني بابنائه، بجيرانه، بزملائه، أي وقت يعني. طيب، المادية اللي ربما أصبحت الآن تسيطر على الكثير من علاقات الناس، هل هي مهدد لهذه القيم؟ ما في شك. طبعا الآن المادية، أو ممكن بعبارة ثانية تكون أدق، النفعية، أن يكون لكل شيء ثمن، وهذه مشكلة كبيرة يعني. إذا أصبحت ده مفهوم، يعني مفهوم التعامل أو ده معيار التعامل بين الناس في المجتمعات،
فيكون لكل شيء ثمن، يعني مجرد إعانة بسيطة الإنسان بكم؟ لابد يأخذ على بكم. أيوة نعم، يعني الكلمة الطيبة تحتاج من الإنسان إلى، يرجو الإنسان عائد من، وهكذا. فأسا يعني الآن أصبح هذا الشيء عام، يعني أسا لو أنت مثلا، يعني دي مشاهدة، يعني مثلا لو لقيت عمك كبير شايل لها أكياس وكذا، وجيت نزلت يا عم كذا أشيل معاك، هذا بيتردد كده بيكون الزول ده داخل حاجة ده مش حاجة يعني ده قدام يعني. أو حتى الناس أو لو اتعاملت زول معاه دخلت مؤسسة، صراحة يعني أنا أحيانا بشعر بهذا الشعور، مؤسسة أحيانا تلقى بعض الفضل، يعني نعم يشوفك مثلا تعبان يقول لك يا أخي تعال جيب أوراقك أنا أسهل لك، أو يرشدك، أنت في قرارة نفسك بتحس إنه كان زول ده داير حاجة منك، في حاجة في حين إنه هو ما داير حاجة أحيانا، يعني هو بيعاملك بس من باب الإحسان إليك ومن باب يعني إنه يلقى الأجر. فصراحة القيم دي إذا زحمتها بعض يعني مادية النظرة المادية النظرة النفعية، أو حتبقى مشكلة كبيرة تلقى جدا زول حتى في يتصل عملك. عليك يقول لك يا أخي والله يا دكتور علي يا أخي كده كده خش في الموضوع أي صح تعال من الآخر يا أنجز زي ما يقول لك يا جماعة، أنجز المقدمات الكثيرة دي خليها أي يعني حكاية هذا السؤال عني والسؤال عن صحتك وعافيتك، لا 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 يقول لك كيف طوال في حاجة من كده معناها يعني. مشكلة كبيرة طيب والله. دكتور علاء نمشي للتأثيرات بتاعة التقنية والانفتاح بصورة عامة جدا واردات الحياة اليومية من تزاحم بتاعت مشغوليات وغيرها، التأثيرات الثانية للحاجة دي في إضعاف جانب تنفيذنا أو تطبيقنا للقيم بصورة عامة جدا. والله طبعا هي الاشياء اللي ذكرتها دي والتقنيات دي سهلت حياتنا صراحه، وساعدت في ان الناس تتواصل بصوره سلسه وبصوره يعني سريعه جدا، لكن بجانب تاني اضعفت امور تانية، وهي بجانب الشعور. انت دكتور ابو كذا قلت عندك برنامج او حتكون عندك فقره زي دي، جانب الشعور بهذه القيم تجاه الاخرين. صحيح. يعني صراحه الناس احنا لما نجي العيد هذا ضرب مثال، يعني الإنسان بتجيه رسائل جاهزة مش كده، ومكتوبة بصورة منمقة وجميلة، نعم فهو بلا شعور بيرسلها لبقية الناس، صحيح لكن ما بيستطيع هو يعبر من عن مشاعره هو. نعم يعني ليه هو ما يمسك التلفون ده ويعبر برسالة صادقة يكتب منه يكتب هو من نفسه حتى بغير تكلف؟ يعني نعم صحيح. يعني ليه انت بس بتجيك جاهزة؟ وتتطور حتى احيانا تطبع والله احيانا الانسان ولا بيتمعن في كلماته في شيء في شيء، يعني بتكون مليئة بالأخطاء اللغوية مليئة بالعبارات اللي هي مخالفة، يعني قد تكون فيها بعض المخالفات نعم بتشيلها. غير انها طويلة جدا، يعني ممكن تكون أيوة طويلة نعم جدا صحيح. التعبير ولو قصر يعني سطرين ثلاثة أسطر يعني لو يدل كلمة على واحدة فقط تعبير أيوة والله صادق بتغبيط صادق بصراحة الإنسان بيشعر بها يعني. أيوة حقيقة. طيب بعض الأشياء كيف جاهزة لكن يعني. ممكن نستفيد منها خليل حتى التقنية دي ذاته في نعم تعزيز والله القيم المذكورة والله ذكرت ما أنت في أيوة نعم تعزيزها في بث الوعي في نعم نشرها للناس ذاته ما في كقيم شك أيوة. بمصادرها الجيدة والموثوقة أيوة من من الكتاب يعني والسنة. ممكن نستفيد منها من جانب التنظير نعم وإشاعتها بين الناس والتدليل عليها وحث الناس عليها، ومن جانب ممارستها يعني نعم صح. جانب الآن في كثير من المبادرات الخيرية يعني نعم شفناها، يعني كثير من المبادرات اللي بتعرض مثلا حالات عشان الناس تساعدها وكذا هنا موجودة يعني. في البعض من الناس بيستخدم القيم دي استخدام موسمي مثلا، يعني ما يومي، جاء رمضان تلقاه عنده قيمة الرحمة هالي يا خالد، جا العيد وغير تلقى عنده القيمة، لكن فاتت المواسم تلقاه بدأ يقل أو بدأ تضعف عنده الحاجة دي. أي صح زي ما قال العالم، قال نحن ربانيون لا لا رمضانيون. رمضانيون نعم صحيح. طيب كيف يا دكتور علي حنطبق كل هذه القيم التي نحتاجها حتما في حياتنا، كيف نطبقها في أرض الواقع؟ والله طبعا ده دايما هو السؤال الأهم السؤال المحوري، يعني دايما قاعد أقول نحن نحسن التنظير لكن لا نحسن التطبيق، لا نجد نعم يعني في ازدواجية كده بين التنظير وبين بين التطبيق العمل. أيوة نعم، ولذلك جاء في الحديث لما تقولون في الآية الكريمة لما تقولون ما لا ما لا تفعلون كبر تفعل مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهي القيم صراحة يعني انا اشوف كونه تطبيقه يبدا بمرحله الوعي اولا، الانسان ينظر اهميتها، ثم بعد ذلك تعزيزها، يعني تعزيزها في نفس الانسان، ثم بعد ذلك الانسان يحاول ان يمارسها يعني حتى على مستوى الاسره، بعد ذلك يمتد الى مستوى الجيران، ثم بعد ذلك الى مستوى الاسره الممتده، يعني هكذا، يعني حتى انه تصبح له سجيه وتصبح له عاده. كل صدق ايوه واخلاص نعم ما في مشكله، حتى المؤسسات يعني كل مؤسسه تكون من ضمن اهدافها يكون عندها منظومة قيم محددة مثلا هي تضعها للعاملين فيها، بأن هي دي القيم اللي بتتعامل بها ودي القيم المفروض الناس تحرص عليها وتؤكد عليها يعني. جميل. طيب تربية الأبناء على القيم المذكورة بصورة عامة جدا
هل الأب والأم يستعجلون في مسألة اكسابهم وتعليمهم القيمة دي وتنميتهم، ولا يدهم لها خطوة خطوة يعني مرحلة مرحلة لحد ما يتعلموها عندهم في بصورة عامة جدا؟ والله طبعا التربية شيء تراكم يعني، يعني ايوه نعم، يعني هي شوية شوية، خطوة 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 ايوه نعم. وإن كان طبعا كثير من القيم تبدأ يعني تنتقل تلقائيا من من الآباء إلى الأبناء، عشان كده بيقولوا يعني المصدر الأول للتربية الآباء والأبناء. يعني الأب إذا هو تشبع بكثير من القيم أو الأم تشبع بكثير من القيم، طوال يعدي طوال القيمة تعدي، أيوة نعم، وهو بيقلد بالمناسبة، هو بينقلها إلى يعني هو بينقلها إلى أبنائه بصورة تلقائية. يعني واحد يقول لك إحنا ما قلنا لهم قلدونا، ولا في زول قال لهم يا أخي اعملوا كده، لا هم بيشاهدوا وتلقائيا بيتأثروا. حتى أقول لك أمي قالت وأمي قالت وغيرها من الحاجات اللي عندنا مسلم بها، كواحدة من الحاجات. طيب السيرة النبوية عامرة جدا وحافلة ومليئة بكثير من الأمثال والنماذج والقصص اللي ممكن تدعو إلى الهداية والحق وغيرها من الحاجات. يا ريت لو جينا شوية كده علقنا على بعض كيفية الاستفادة من السيرة النبوية في زيادة عامل القيم عندنا. صحيح والله. وطبعا عندنا جانبين مهمين يعني في 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 كتب الشريعة عموما هي الإنسان ممكن يستفيد منها. كتب السيرة التي هي تطبيق عملي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بيلقى فيها الإنسان كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس هذه القيم نحن بنتكلم عنها في حياته. يعني مثلا في حياته مع أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان من رحمة في التعامل مع الأزواج، ما كان من تلاطف ومعاملة طيبة. يعني أنا مثلا في العيد يمكن أوقفني الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل عائشة فتنظر إلى الأحباش يلعبون في المسجد، وكانت حديثة السن يعني راعى فيها جانب محدد يعني وهي في هذا العمر. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، وإنما بعثت بالحنيفية السمحة. كان يسابق عائشة، كان يطيب يعني خاطر نساءه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني السيرة النبوية هي التطبيق العملي لحياة الرسول، حتى في توجيه ذاته. صحيح. أنس بن مالك نعم يتحدث عن أنه ما نهروا ما صحيح خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. نعم مش كده؟ قال ما قال لي شيء فعلته لما فعلته، أو لشيء لم أفعله لما لم تفعل. نعم. كذا. وحديث معاوية قال والله ما قهرني وما نهرني ما رأيت معلما خيرا منه. سبحان الله. فإذا في أشياء كثيرة. الجانب الثاني ممكن إحنا نستفيد منها في هي كتب يسميها كتب السلوك. نعم. أيوة نعم. وكتب السلوك طبعا هي بتهتم بأمرين. الأمر الأول هو جانب الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. والجانب الثاني هي كيف تتعامل مع الناس أو تتعامل مع الخلق. ففي يعني سيرة نبوية مهمة جدا. نعم في. أيوة نعم. التعلم في تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تعلم الأخلاق، وفي تعلم هذه القيم، وكيف الإنسان يستمدها من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف الإنسان يطبقها في حياته. يعني جميل. نحتاج للوصايا وصايا ونصايح ورسائل للمشاهدين الكرام في ختام مساحة اليوم من مع نرتقي لمزيد من الممارسة العملية اللي بتعكس انه بجد احنا استفدنا من جملة الحاجات دي. والله اذا كان في وصية انا بشوف انه الإنسان لابد يجعل من أهداف إنه لابد يكون عنده منظومة قيم ثابتة ما بتزعزع. نعم. سنة مبادئ يعني هو يؤكد عليها. نعم. يؤكد عليها ويحرص عليها. نعم. هو حينالها. ولذلك جاء لا يزال يعني مثلا إذا جينا قيمة الصدق، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. نعم. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. شكرا جزيلا للدكتور على الدين عثمان الاستاذ الجامعي. والله يسعدنا بك جدا على الاطلاله الجميله. والله انتوا اطلالتكم احلى وجه. سعدنا والله المفردات اللي جاءت تلقائيه يعني بكل تلقائيه واريحيه. اتمنى انه تصل لكل الساده المشاهدين.